مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير بسكوت شاي بدون بيض. عنا كوب سكر، كوب زيت نباتي، كوب حليب. السكر عيرته بنفس الكوب اللي عيرت فيه الزيت والحليب. ملعقة صغيرة مليانة بيكنج باودر، بدي استعمل كمان ملعقة صغيرة فانيلا. وعنا 5 اكواب طحين. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بنحط فوق السكر البيكنج باودر، فانيلا، حليب، حليب مسقع بارد، كمان الزيت. فينا بدون الزيت نستعمل سمنة أو زبدة. بخفقهم مع بعض. بس خلطتهم منيح. هلا بدنا نحط فوق الطحين. بسم الله. بحط شوي شوي طحين وبخلط. هلا بعجنهم بالايد. بسم الله. بحط الطحين الباقي. ممكن حسب الطحين نستعمل، نحتاج زيادة نزيد نص كوب حسب نوعية الطحين. بعد ما عجنت العجينة بهيدا الشكل، هلا بغلفها وبحطها بالبراد نص ساعة وبنرجع منكفي مع بعض. هيدي العجينة بعد ما حطيتها بالبراد نص ساعة، هلا لنكفي الطريقة مع بعض. بسم الله. بشيل القصم من العجينة، بعمله بهيدا الشكل على النايلون عشان ما تلزق معنا. الأفضل إذا ما حطينا الطحين. بالكباي بهيدا الشكل. العجين اللي فضلت معنا كمان نرجع نستعملها ونعملها بسكوت. بعمل البسكوت بالشوكة بهيدا الشكل، شفتوا كيف؟ طريقة جدا سهلة وسريعة، ما بتاخد وقت بالتحضير أبدا. اكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 200 من الاعلى والاسفل. هلا بحطهم على ورقة الزبدة، شفتوا؟ عشان هيك حطيناهم على كليم فيلم على نايلو. هولي بعد ما حطيتهم على ورقة الزبدة، هلا بحطهم بالفرن. هول البسكوتات اخدوا بالفرن 7 دقايق، صاروا بهيدا الشكل. لكفي الباقيين وبرجع بشوفكن.
هيدا الشكل النهائي بفتو فات. هول البسكوتات اللي عملتهم انا وياكم، بسكوت الشاي. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق على الفيديو ويعمل اعجاب بالصفحة، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.